بطيخ شيلوها، هذا من الفانوس طلعوا كبسه. انت وياه ايش قاعد تسوون؟ انا للحين ما عرفت نهايتي. بيد ربك يا عبود، مو بيد المشعوذين والسحره، لان هالاشكال خطر على اسس وركائز مجتمعنا المحافظ، واحنا من واجبنا ان نقضي على هذه الظاهره ونقطعها من عرجها. يا شرطي عنبر، يعني شنو؟ انا ما راح اصير قائد ولا راح يكون عندي جيوش ولا راح احتل العالم. عود كذب المنجمون.